فكرة نزول المواطن إلى الشارع في بلد نامي، في فقر نعم أيوة، وفي أيضا نجاحات إلى آخره. نواب القاهرة كلها لها أن تسأل يعني أهلها وناخبيها في القاهرة، هل القاهرة تأمن على نفسها بفكرة التظاهر؟ هل أصحاب المحال البسطاء؟ هل عمال القاهرة؟ هل مواطني القاهرة؟ القاهرة 14-18 مليون، هل بأمثل الشعب فعلا لو أنا نازل أتظاهر في القاهرة؟ وهل العمل السياسي منتهاه بالنسبة للمعارضة إن إحنا كلنا نبقى سعداء لما مصر تبقى نازلة في الشارع؟ ولا العمل السياسي خصوصا في دول مثل الحالة المصرية لها خط آخر؟ ده اللي إحنا بنسأله. وأين في دولة نامية أخرى تطبق يعني ونتفق أو نختلف الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الاختلاف وحرية المعارضة إلى أقصى درجاتها إحنا شايفينها كما هو الحال في مصر؟ فين هذا الكلام عشان نبقى الانطباع العام اللي إحنا بنحاول نوريه للعالم إنه إيه الهدف؟ كده أصبح هدف العمل السياسي إن مصر في الشارع، إن مصر يا سبحان الله مصر ما فيهاش حريات. وايه سبب يا سيادة الرئيس انه المواطن المصري مش سامع بوق الدعوة للحرية؟ ليه مش متعاطف معاه؟ لانه المصري حاسس انه حر، المصري في دايرتي مش حاسس انه هو مكبوت. المصري لو كان حاسس انه هو مكبوت كان زمانه فعلا نزل الشارع، انما هو ما نزلش الشارع عشان الأجندة المزعومة للحريات، لأن المصري جواه حاسس بصورة ما تحققتش في جيلي مثلا، حاسس بمدى من القدرة والحرية على التعبير وبناء عليه وبناء عليه وبناء عليه سيادة الرئيس دعوة إلى الكل إن إحنا نحافظ على خطوط العمل السياسي المتفق عليها طبقا للأعراف، والهدف منها أبدا مش الإثارة ومش إنه مصر أو أي مجتمع آخر يبقى نازل في الشارع. شكرا سيادة الرئيس.